النهاردة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائع الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة اللي بتأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وكانت بعنوان لولاهم ما كنا هنا. وشاهد الرئيس السيسي الفيلم التسجيلي بعنوان سيرة شهيد اللي بيستعرض بطولات الشهداء وتضحياتهم في سبيل نهضة هذا الوطن، بالإضافة لعروض وفقرات فنية وغنائية وطنية. الرئيس السيسي كرم عددا من أسر الشهداء ومن مصابي العمليات الحربية، كرم أيضا سيادته عددا من أبطال الجيش الأبيض أطباء مصر الذين شاركوا في مكافحة فيروس كورونا وأسر شهداء الأطباء. كان منهم الطبيب الكفيف الدكتور محمود سامي اللي فقد البصر أثناء مواجهة فيروس كورونا. نتابع هذا التقرير. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة. نلتقي هنا لنتذكر معا ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم ليكتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم تسير على خطاهم وتقتدي برحلة كفاحهم وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، وإنما الحفاظ عليها يتطلب الجهد والتضحية. وتطرقت الاحتفالية بفيلم في حب مصر الذي يتحدث عن تضحيات شهداء الجيش الأبيض. إليكم جميعا أهدي تحياتي وتحيات وتقدير شعب مصر على صبركم وتحملكم واحتسابكم فقيدكم عند الله سبحانه وتعالى ورضاكم بقضاء الله وقدره. وأقول لكم أنتم في عقل وقلب مصر، لن نترككم تواجهون الحياة وحدكم. كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الطبيب البطل محمود سامي الذي فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا نتيجة الإجهاد والعمل الذي استمر 7 أيام متواصلة. ونحن نتحدث عن تضحيات أبناء الوطن جميعا، أن أغفل الدور الكبير والمتعاظم الذي يؤديه بكل تفان وإخلاص أبناؤنا الذين يعملون في المجال الطبي لمحاربة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم كله، فما يقوم به هؤلاء الأبطال من جهد كبير لتوفير الراحة والطمأنينة للمرضى سيبقى خالدا في ذاكرة شعبنا. فما يسطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما، وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم. وعرضت الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان حلم الشهيد، والذي يتحدث عن شهداء الوطن والتضحيات الخالدة التي قدموها للوطن. وتأتي الندوة التثقيفية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق 9 من مارس عام 1969.